المولى عز وجل يعني يريدنا أحيانا في هذه اللحظات الحساسة المشبوبة، وأنا أقول دائما هناك لحظات حساسة هاربة دفعنا المولى عز وجل للاشتغال دائما على محاولة التقاطها ومحاولة الإمساك بها والتشبث بتلابيبها. هذه اللحظات هي نحن، وبالتالي يقول لك يعني من معجزة الإنسان في عمره القصير هذا أنه يستطيع أن يحقق خلوده، مش في عمر يعني عندما تسقط النوم وأكل الشراب، يعني لا، يقول لك في لحظة أحيانا من هذا العمر ممكن أن تحقق خلودك. هذه معجزة الإنسان، أن تحقق خلودك في لحظة، أن تكون فيها خاليا مع الله، خاليا بلا شغل، خاليا بلا علاقة، أن تكون مع الله أنت.